السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. شكرا على تعليقاتكم في الفيديوهات اللي دازو، شكرا على كاع اللايكات ديالكم. نتمنى تكونوا مستمتعين معنا بهذه الرحله ديال فلوريدا. كما العاده مازالين في فلوريدا، مازالين في اورلاندو. الفيديو ديال اليوم غادي نمشيو للواتر بارك. صافي عينا بالمشي كاع الباركات اللي صرناهم، نمشي نمشي نمشي. فاليوم السباحه ان شاء الله، فغادي نديو الوليدات وغادي نمشيو للواتر بارك وغادي نستمتعوا وغادي نشارككم البلايص اللي غادي نمشيو لها ونشارككم كاع التفاصيل ان شاء الله. خليكم معايا، اكيد الفيديو ديال اليوم غادي تدوزوا معنا فيه وقيت زوين وغادي يعجبكم. بالنسبه للبارك شنو سميتو اخويا سمير؟ تايفون لاغون. تايفون؟ تايفون لاغون. هذا اللي غنمشيو له البارك سميتو تايفون لاغون. انا نصور لكم تقريبا هو اكبر بارك هنايا في اورلاندو وغادي نشاركوا معكم. ما تمشيو فين، خليكم معايا. البنات وصلنا، هذا المدخل. متأكدين هذا واتر بارك ولا بحر؟ شدي الدخله بحال ديال شي بحر. كبير هادشي تبارك الله. الحاجه صراحه اللي انتبهنا لها واللي عجبتنا هي ان الباركات كلهم كبار والعدد الناس اللي تيولجوهم كبير، ولكن في نفس الوقت التنظيم زعما محكم محكم بواحد الشكل، والامور غاده بواحد السلاسه بتنظيم كبير والله. لا في الباركينغ لا في كل شيء، لا في المرافق، زعما تبارك الله عليهم. وها حنا غاديين، الرجال هزين والاطفال جايين والشمس سخونة. شان جون كي واحد الشمس واحد الصهد زعما فيري فيري هاد. والباركينغ تبارك الله كبار وتتمشي مسافة باش توصلي للدخلة. يس بات وي كان دو ات. ويلكم تايفون لاغون. احنا وصلنا هالمدخل. There you go guys, we're here. Oh my god. هادشي كبير. بنات المهم عملنا وشبعناه وما داكشي خطير وخيالي وشبعنا سلايد وداكشي. قلنا ما نديوش التليفونات، انا نعومو ندورو نشبعو ونكتشفو كاع البلايص عاد نصورو. ايوا على ما سالينا الدورات العمر بغينا نرجعو لبلاصتنا نهزي التليفونات. هو جا واحد ستورم، جا بحال الشتا بحال الرعد تيضرب. ايوا راه دابا تقريبا هادي سدو العمر وجينا حنا ضركنا فهاد البلاصه وكسنا ناكلو في نفس الوقت على ما نشوفو الستورم واش يدوز ولا لا. عاد نشوف على الله نقدر نمشي نصور لكم. احنا البنات نغادر حتى البنات بزاف. شوف صافي حبسوا كاع البولات، حبسوا جهه البحر، سلايت كلشي تحبس. شتا وانت شتا راه تطيح تطيح شتا بنت. ايوا هذا هو الجو في فلوريدا البنات، الشمس والشتا. احبيبي لا تسكر، رجعوا نهار اخر ما شبعناش صراحه. وطبعا البنات ما يمكنش طاحت الشتا ومشينا وما غاديش نرجعوا مره اخرى، لان صراحه ما شبعناش من 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 هذا البارك. فرجعنا له نهار اخر ولقيت لكم التصوير، لان النهار الاول شتو طاحت الشتا فما صورت شي حاجه. وهنا النهار الثاني فاش رجعنا كان نهار مشمس وما طاحت الشتا، المهم بردنا قلبنا. وفي نفس الوقت صورت لكم البارك وصورت لكم بزاف ديال الحويجات غادي تشوفوها في التتمه ديال الفيديو. Let's see.
احنا جينا للريفر البنات. احنا البنات مازالين غاديين حتى راه كبيره هاد الخساره بزاف ما تيتحدش فيها الالعاب كثيره راه سلايد سفينتي باش تمشي من لعبه للعبه بحال راك في شي مدينه ولا في شي جزيره كبيره تمشي وباش تعرف الطريق لكل لعبه صعيب. دابا نمشيو نركبو في واحد رايد كنا ركبنا فيها هذيك المره عجبتنا ونعاود نرجعو طبيعه الحال فيه فين تجلسوا البلايصات اللي مضللين ماكلاس كل شيء كاين سناكس درينكس هاد الكشكات موجودين فيه كامل منين ما درتي تلقى كشك خلاص راكم عارفين لا طواليت وداك الشيء ايفريوير كل ما تزيد شويه واحد 100 متر تلقى طواليطات والدوشات تعاود تزيد شويه تعاود تلقى وحدين اخرين زعما ما فيهمش المشكل. سلايد البنات قبل ديك النهار ركبنا في وحده اخرى صعيبه عشي كي القادوس الجدا وتتهبط واقفه هادي شويه باين اسهل منه او ها هي الموجه البنات احنا طلعنا لراس الجبل هاد الباطو من تحت يبان بعيد احنا طلعنا حتى وصلنا له طلعنا بزاف ديال الدروج هانتوما تشوفوا البارك من هنا شحال كبير شوفوا عاد راه الشجر مغطي مازال سلايدز لهاد الشيء هنا راه كاين بزاف سلايدز حنا ندورو في هذه اللي قريبه هي اللي نهبطو فيها المهم الا قدرت نصور لكم حنا تنسلايدي ورا نصور البنات تنسين الضوء الخضر يشعل وسأصور وانطلق هندوشة تهبط من ورايا نصورها هنايا نشوف Thank you.
العشاء. سؤال البنات جينا ناخذوا الفانل كيك، ما يمكنش تعومي بلا ما تاخذي الفانل كيك. هذه بحال قلتو بنيه المغرب بنيه امريكان. هيا البنات راه تتقلى الفانل كيك ديالنا. شي كيت الدار البنات بحال ديك الحلوات الغراف، كي تيقولوا لها في المغرب الحلوات الغراف. اه والله الا هي الحلوات الغراف، يدوروا هكاك في ديك الدائره تيشبكوها وتتقلى وتيديروا لها سكاكر سكاكر سكاكر. هنا بقينا عاد طيب وحده في وحده. او دائره تتقلي في جوج مقالي. هيا البنات ها نحن نغادر، ما سخيناش بهاد المكان الجميل. شنو ارتساماتك هندوش؟ مزيون وصافي. دابا فين الطوموبيل؟ خصنا نجبدو جبدة. كيف شفتوا البنات صراحة داز واحد النهار غزال 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 رائع جدا، واستمتعنا واستمتعوا الدراري وفدينا داك النهار ديال الرعدات الشتاء. صافي ملي سالينا الواتر بارك ديالنا مشينا رجعنا للدار، وفي الدار بطبيعة الحال دوشنا وكل شيء، ثم مشينا كنا معروضين عند واحد الاصدقاء ديالنا اللي من هذا المنبر تنبغي نشكرهم بزاف بزاف، هو الصديق ديالنا عصام والزوجه ديالو كريمه، لان استقبلونا في دارهم وضيفونا وتبارك الله عليهم وتبارك الله على الناس ديال اورلاندو على حسن الاستقبال والكرم والضيافه، وما ردوا لهم في الخير ان شاء الله. وقلت ما كاين باس نشارككم، واخا ما صورتش بزاف في العراضه ولكن نشارككم لقطات ونشكرهم بنفس الوقت. امان عليك تيجاني كنعرف هاد الدراري تيجاني ولاد المدينه قديم لا اصلي دابا يا خويا لا دير غير ستوريات الانستغرام ماشي يوتيوب. الله يعطيك الصحة خويا عصام، الله يخلف عليكم ونهار كبير هذا، تكبر بكم الجنة ونعيمة. الحاج وخويا سمير الله يخلف عليكم. وين الله يعطيك الصحة. تبارك الله على كريمة، تي مولات الخيرة ودي على قبلو عليا. تبارك الرحمن الله يخلف عليك. تبارك الله كريمة مسكينة عاد جات من المغرب ودرنا لها تمارة والله العظيم. ما كاينش ما كثر من هاد الخير، هذا راه الخير تبارك الله. بيبي هضر مع 50-50 ديالك. تحطو على باب من باطن وصافي البنات. كي شفتوا العراضه دازت غزاله وكل شيء كان تيحمق صراحه، وفرحوا بينا وفرحوا بابا الله يخلي لهم وليداتهم. وتنشكرهم من هذا المنبر على العراضه، تنشكرهم وقفوا معنا في اورلاندو من جميع النواحي وراونا فين نمشي وفين نجيو. شكرا بزاف، وتنتوما شكرا على المتابعه، ونتلاقاو فيديوهات مقبله باذن الله.